السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم أم نعمة. اليوم إن شاء الله وصفة اللي خفيفة وسهلة، يعني تحضر في دقائق ونبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاج 6 البيضات، ملعقة كبيرة ديال الزبدة، أيضا كنحتاج العطرية، إبزار، كمون، ملح، وتحميرة أو البابريكا. اول حاجه كنديروها كناخذ البيض كنسلقوه، من بعد ما يعني يطيب البيض نتلقى معكم باش نكملوا الوصفه. كناخذ واحد الكاسرونه وكنديروا فيها ديك معلقه ديال الزبده. من بعد ما ذابت الزبده كلها كنوضعوا هذوك القطع ديال البيض يعني في المقلاه. بالنسبه لي هنا يعني المقله عندي كبيره، الا كانت مقله اصغر تكون يعني من الاحسن. نستمر حتى نوضعوا البيض كله. صراحه هاد الاكله يعني اكله تركيه، اكثر كيعملوها يعني ترك، كتجي زوينه وسهله يعني تنفعك في اخر لحظه وكتجي بنينه. نستمر حتى نكمل القطع كلهم. صافي دابا غنوضع العطريه اللي سبق يعني اللي سبق وشاركتها معكم. بالنسبه للعطريه كما قلت، حميره، كمون، ملح، وابزار. غنضيف حتى الجبن دابا، اي نوعيه ديال الجبن، جبن مبشور. صافي كنخليه يعني غير دقائق وكنقدمه. بالنسبه لكم الا كنتو كتبغيو السودانيه يعني ديروا السودانيه. وهذا هو الطبق ديالنا، غنضيف ليه دابا شويه ديال السودانيه من الفوق وغنقدمه بالصحه والراحه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، خفيفه سهله تنفع في كل الاوقات، والى فيديو قادم ان شاء الله.